سهلت المباراة بالنسبة للأرجنتينيين، بس اللي صار يعني ما اعتبرت مفاجئ. تعال انت ملك التوقعات بهذا المونديال. 9 توقعات بالنتائج الصحيحة لعدنان. قوي صدق قبل المباراة والله هسه بالفيسبوك. 9 توقعات صحيحة او 8. سلم الشيعة بشر يا هو البيج اللي فوز بيه قلت شخصية معروفة ما نقدر نعطيك شيء. ولا خلي البلوشي. اليابان المانيا 2-1 متوقعها قبل يوم. السنغال 3-1 على قطر متوقعها قبل يوم. لا اعطيني نتيجة توقعتها بس هي مفاجئة. اليابان على المانيا 2-1 انا قبل يوم متوقعها صفعه خليل البلوشي. زين توقعت مال السعوديه ولا الارجنتين؟ توقعت تعادل واحد كل او واحد. شوف اي فريق زين، اي فريق زين استاذ علي، اي منتخب زين دائما بطوله يشارك اول لعبه لازم يخسر، وبالدليل اذا المنتخب العراقي مشاركنا بكاس اسيا خسرنا اول مباراه. تذكرها مو استاذ؟